بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. معك عبد الرحمن طلبه استاذ التاريخ والجغرافيا حبايبي الصف الاول اعدادي. تكمله بقى لتاكيد المعلومات باذن الله تعالى اللي احنا خدناها في اول درس وثاني درس، باذن الله تعالى هعمل سلسله فيديوهات لحل كتاب الامتحان، وباذن الله تعالى هحاول كمان اعمل فيديوهات لكتاب الاضواء. سلسله الفيديوهات ديت اللي هي الحل هتبقى بالنسبه للطالب هتوفر عليه حاجات كتيره قوي. طبعا انت هتلاقي على القناه الشرح بالنسبه للدرس زائد الاسئله المتعلقه بالدرس. يلا بينا. وفي البدايه فضلا وليس امرا، اتمنى الناس ان هي تتفاعل مع الفيديوهات سواء كان باللايك اللي هو الاعجاب او الكومنتات زائد الاشتراك في القناه، علشان يبقى في حافز بالنسبه للقناه ان انا اقدر ان ازود فيديوهات، وان انا اقدر ان انا يعني التعب اللي الواحد بيتعبه عشان يقدر ان هو يطلع المحتوى ده يحس ان هو بيلاقي ثمره التعب اللي هو بيتعبه بالنسبه للفيديوهات. قبل بقى نبدا في حل الاسئله، امر بس الايام ديت معظم الناس بتتكلم فيه بالنسبه للمنهج الصف الاول الاعدادي. خلي بالك بقى، طبعا المنهج هو منهج كبير مش صغير، والمنهج ده بالنسبه للمدرسين اللي هم بقالهم اكتر من 5 6 7 8 سنين فيما فوق، المنهج ده بالنسبه لهم مش صعب. حلو حلو. طب بالنسبه بقى للطالب، خلي بالك الطالب طالع من رابعة وخمسة وستة واخد مادة الدراسات الاجتماعية. خلي بالك مادة الدراسات في مرحلة ابتدائية تقيلة برضه، يعني هي مادة ليست سهلة بالنسبة لطالب الابتدائي، فبالتالي هو كده كده متعود على نمط الأسئلة الصعبة ونمط المعلومات الكتيرة اللي بتكون عنده في المنهج. ولكن في نقطة، المنهج بالنسبة للصف الأول الإعدادي كبير، يعني الكمية كبيرة. خلي بالك هنا بقى احنا خلاص تحت أمر واقع، يعني مش هينفع ان احنا نقعد نتكلم بالنسبة للمنهج ونقول يا جماعة أصل المنهج صعب أو لا. انت كمدرس حاول على قد ما تقدر انك تبسط المعلومة بالنسبة للطالب، وده بقى هيبقى دور المدرس انك تحاول المنهج ده من منهج صعب ومنهج ان هو طويل انك تحاول تسهله وتبسطه بالنسبة للطالب. ده بالنسبة للمدرس. طب بالنسبة بقى لولي الامر، لو سمحت اتمنى ان كل ولي امر بالنسبة للطالب اللي هو الصف الاول اعدادي، يا جماعة لو سمحت اقعد مع ابنك، حاول ان انت مثلا لا تكتفي بمجهود المدرس، انت بعد ما المدرس يخلص ويبدأ ان هو يوصل المعلومة لابنك، لو سمحت فضلا اقعد كده مع ابنك، اقعد مع ابنك، حاول انك تحل معاه، حاول ان انت لو فاهم مثلا جزئيه برضه تفهمها له، يعني بمعنى صح الامر بس مش مقتصر على المدرس والطالب، لا مدرس طالب وولي امر. فاتمنى الناس تكون فاهمه الجزئيه دي كويس. نرجع بقى لمرجعنا ونحل مع بعض اول الاسئله. اول سؤال بيدي لك خريطه صماء للعالم، وضح ما تدل عليه الارقام التي عليها. رقم واحد، طبعا رقم واحد هي قاره افريقيا. رقم اثنين بيقول لك قارة، طبعا هتبقى برضو قارة اسيا. رقم ثلاثة مديلك اللي هي جنب قارة اسيا تبقى قارة اوروبا. خلي بالك واحد واثنين وثلاثة جنب بعض، وانا قلت لك قبل كده ان قارات العالم القديم كلها جنب بعض اللي هو افريقيا واسيا واوروبا. رقم اربعة طبعا هتبقى قارة من قارات العالم الجديد اللي هي قارة امريكا الشمالية. طبعا امريكا الشمالية تحت منها على طول اللي هي رقم خمسة هتبقى قارة أمريكا الجنوبية. نيجي بقى لرقم ستة. عندك رقم ستة قارة من أصغر القارات الموجودة في العالم هي قارة أستراليا. قارة أستراليا، خلي بالك أستراليا ليها اسم آخر اللي هي الأوكيونوسية. الأوكيونوسية. رقم سبعة القارة القطبية المتجمدة اللي هي أنتاركتيكا. أنتاركتيكا. رقم بقى تمانية مديني مدار، طبعا ده هيبقى مدار السرطان. رقم تسعة مديني محيط، طبعا ده هيبقى المحيط الأطلنطي اللي هو بين أربع قارات اللي هم أوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. عندك بعد كده عشرة طبعا هيبقى المحيط الهندي اللي هو بين قارة آسيا وأستراليا وإفريقيا. نخش بقى مع بعض على الخريطة التانية، بيديك بقى خريطة قارة إفريقيا اللي هي الخريطة اللي أنت هتدرسها. فأتمنى يا جماعة إن أي طالب سامعني دلوقتي ركز قوي على الخريطة ديت بالنسبة لقارة إفريقيا، وحاول إنك تحفظ المحتويات بتاعتها كلها. رقم واحد مديلك مدار، طبعا هيبقى ده مدار الجدي. رقم اتنين خط طول، انت ما عندكش الا خط طول واحد اللي هو خط جرينتش اللي طبعا اللي بيفصل افريقيا عندك شرقا وعندك غربا. عندك بقى رقم تلاتة مديلي دائرة، طبعا دي دائرة الاستواء اللي هي في المنتصف. اما بالنسبة لي رقم اربعة مديني المحيط، طبعا المحيط ده يبقى المحيط الاطلنطي او الاطلسي.
رقم 5 بيديلك البحر، طبعا ده بحر بقى داخلي، هيبقى البحر الاحمر. رقم 6 مديني مضيق، طبعا ده مضيق اللي بيقرب افريقيا بقاره اوروبا، طبعا ده هيبقى مضيق جبل طارق، جبل طارق. وخلي بالك المضيق ده بيوصل البحر المتوسط بالمحيط الاطلنطي. رقم 7 مديني جزيره، طبعا دي اكبر جزيره موجوده في افريقيا اللي هي جزيره مدغشقر. رقم 8 مديني البحر، طبعا ده البحر اللي بيفصل افريقيا عن اوروبا، طبعا ده البحر المتوسط. رقم 9 ده مضيق، ده اسمه مضيق باب المندب، طبعا مضيق باب المندب اللي بيقرب افريقيا بقاره اسيا. وخلي بالك المضيق ده احنا بنسميه مضيق عربي خالص، لما انت خدت في سنه 6 المضيق ده، المضيق ده بيطل على دولتين عربيتين، يعني الدوله اللي بتطل عليه في اسيا طبعا هتبقى اليمن، اما الدوله اللي بتطل عليه في قاره افريقيا طبعا هتبقى دوله جيبوتي، فالدولتين عربيتين. نيجي بقى رقم 10 مديلك جزر، طبعا دي اصغر جزر الموجوده في قاره افريقيا، وهي طبعا دوله عربيه اللي هي جزر القمر. اخيرا بقى مديك 11 خليج، هو جنب باب المندب اسمه خليج عدن، خليج عدن انت واخده برده في سنه 6 السنه اللي فاتت. السؤال بقى التاني بيقول لك استعمل الخريطه التي امامك في اختيار الاجابه الصحيحه. بمناسبه الخريطه خلي بالك، هل انت كطالب في سنه اولى اعدادي مطالب انك تحفظ خريطه افريقيا كلها؟ طبعا لا، حاول على قد ما تقدر تعرف كم دوله من الدول البحريه اللي هي بتطل على بحر او الدول الساحليه، وكم دوله من الدول الحبيسه اللي هي جوه قاره افريقيا. يعني انت كطالب خلي بالك مش هتحفظ كل الدول اللي موجوده في قاره افريقيا، اعرف لي بس كم دوله من الدول الحبيسه وكم دوله من الدول الساحليه. رقم 1 بيقول لك ايه؟ اي من الدول العربيه الافريقيه التاليه تمر بها دائره الاستواء؟ مديني في الاختيارات الصومال، كينيا، الكونغو، واوغندا. خلي بالك بقى يا سيدي، هو عايز ايه؟ هو عايز دوله عربيه افريقيه، دوله عربيه افريقيه. طبعا انا عندي دول عربيه افريقيه التي تمر عليها دائره الاستواء هي دوله الصومال، فالاجابه عندي الصومال. رقم 2 من الدول الحبيسه دوله، مديني الكاميرون، مديني جنوب السودان، مديني نيجيريا، ومديني ساحل العاج. انا بقى هقوم بص على الخريطه اشوف مين الدول اللي هي الحبيسه. طبعا لو انت بصيت على السودان تحت منها في دوله اسمها جنوب السودان، فالاجابه عندك هي دوله جنوب السودان، دوله حبيسه. صار رقم 3 بيقول لك من الدول الساحليه دوله، مديني تشاد، مديني افريقيا الوسطى، مديني مالي، مديني موزمبيق. خلي بالك انت لو بصيت في الخريطه هتلاقي ان تشاد دوله حبيسه، لو بصيت على افريقيا الوسطى هتلاقي برضو حبيسه اللي هي تحت منها، بصيت على مالي اللي هي جنب النيجر برضو دوله حبيسه، هيتبقى عندي مين؟ اللي هي موزمبيق، اللي هي عند مضيق موزمبيق، فطبعا الاجابه عندي هتكون موزمبيق. سؤال رقم 4 بيقول لك تطل دوله جنوب افريقيا على مسطحين مائيين، هما مين؟ طبعا جنوب افريقيا هي دوله تحت في الجنوب خالص، لو انت ركزت هتلاقي شرقها المحيط الهندي، غربها المحيط الاطلنطي، فانا طبعا اختار هندي واطلنطي. رقم 5 بيقول لك ايه؟ يمر مدار الجدي في قاره افريقيا بدوله ايه؟ انا اشوف مدار الجدي اللي هو جنوب تحت، اللي موجود تحت في الجنوب، اشوف المدار بيعدي على انهي دوله واختار الدوله دي. مديني بقى في الاختيارات ناميبيا، اوغندا، زامبيا، انجولا. لو انت بقى بصيت على مدار الجدي، مدار الجدي بيعدي على مين يا سيدي؟ مدار الجدي بيعدي على ناميبيا، بيعدي على بوتسوانا، وبيعدي على جنوب افريقيا، وبيعدي على موزمبيق، دي الدول اللي بيعدي على مدار الجدي، فطبعا اختار مين؟ اختار ناميبيا. السؤال رقم 6 بيقول لك الدولة العربية التي تقع في المحيط الهندي، دولة عربية، مديني بقى في الاختيارات مدغشقر، جزر القمر، الجابون، وليسوتو. طبعا انا قلت لك من شويه ان جزر القمر هي دوله عربيه، فطبعا الاختيار هتكون عندي جزر القمر. سؤال رقم 7 بيقول لك الممر المائي، ممر مائي يبقى مضيق، وانت واخد المضايق جبل طارق، واخد باب المندب، واخد موزمبيق، دي المضايق. هل قال لك بقى يا سيدي، قال لك الممر المائي الذي تقترب عنده قاره افريقيا باكبر قاره في العالم من حيث المساحه. مين اكبر قاره في العالم من حيث المساحه؟ طبعا قاره اسيا، يبقى انا عايز المضيق اللي بيقرب افريقيا باسيا اللي هو، ها فكر، ايوه صح شطور، اللي هو مضيق باب المندب. طبعا مديني جبل طارق، باب المندب، قاره السويس، موزمبيق، فطبعا اختار مضيق باب المندب. رقم 8
بيقول لك الممر المائي الذي تقترب عنده دولة المغرب من قارة أوروبا. مديني بقى مضيق جبل طارق، باب المندب، قارة السويس، موزمبيق. طبعا طالما مديك المغرب هيبقى مضيق جبل طارق. سؤال بقى رقم 3 بيقول لك أكمل العبارات الآتية بما يناسب. يقع حوالي ثلثي مساحة قارة أفريقيا في نصف الكرة الأرضي ونقط. طبعا ثلثي المساحة في نصف الكرة الأرضي الشمالي، ثلث المساحة في نصف الكرة الأرضي الجنوب. رقم 2 بيقول لك نشأت في السودان حضارة. طبعا انت فاكر ان الحضارات بتاعتي اربع حضارات، حلو حلو. السودان بقى الحضارة نشأت فيها حضارة اسمها كوش، حضارة كوش. رقم 3 بيقول لك اهتم الخديوي اسماعيل باشا باكتشاف منابع نهر النيل ووصل حكمه الى جنوب ايه؟ طبعا هيبقى جنوب دائرة الاستواء. رقم 4 بيقول لك نشأت الممالك الإسلامية على السواحل الشرقية للقارة الإفريقية وامتدت إلى هضبة مين؟ طبعا امتدت إلى هضبة البحيرات الاستوائية اللي هي موجودة في المنتصف. في بقى ليه رابع الأسئلة عندك وهي سؤال اختياري، بيقول لك ايه؟ تقع قارة إفريقيا إلى الجنوب من ايه؟ خلي بالك نوعية الأسئلة دي جميلة قوي، باين انت كطالب بتحاول انك ايه يعني ما تحفظ المعلومة بس، اللي هو انا بحفظ وفي نفس الوقت بفهم. خلي بالك هنا بيقول لك افريقيا بتقع الى الجنوب، تقع الى الجنوب من ايه؟ بداية من مين؟ طبعا انا شمالي هو البحر المتوسط، فمدين الاختيارات بحر احمر، محيط هندي، بحر متوسط، المحيط الاطلنطي، فطبعا اختار الاجابة عندي اللي هو البحر المتوسط. رقم 2 بيقول لك يحد المحيط الاطلنطي قارة افريقيا من جهة مين؟ مدين الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب. طبعا المحيط الاطلنطي بيحد افريقيا من جهة الغرب. رقم 3 المسطح المائي الذي يفصل بين قارتي افريقيا واوروبا هو بحر احمر، متوسط، اطلنطي، هندي. طبعا يبقى البحر المتوسط. رقم 4 يصل مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط وايه؟ طبعا انا قلت لك ان المضيق يصل بين مسطحين مائيين، فانت عندك جبل طارق بيصل البحر المتوسط بيه، مديني المحيط الاطلنطي، خليج عدن، المحيط الهادي، البحر الاحمر، طبعا يبقى المحيط الاطلنطي. رقم 5 بيقول لك يصل مضيق باب المندب بين البحر الاحمر ومين؟ مديني في الاختيارات محيط اطلنطي، بحر متوسط، خليج عدن، المحيط الهادي، طبعا هيبقى خليج عدن. رقم 6 بيقول لك يقترب يابس افريقيا مع يابس اصغر قارات العالم القديم من حيث المساحه. طبعا اصغر قاره في العالم القديم طبعا هتكون قاره اوروبا، فهو عايز المضيق اللي ما بين افريقيا واوروبا. طبعا هو مديني بالاختيارات جبل طارق، باب المندب، راس الرجاء الصالح، مضيق موزمبيق، فطبعا اختار مين؟ مضيق جبل طارق. رقم 7 بيقول لك دخلت الحضاره الاسلاميه الى قاره افريقيا عبر ايه؟ مديني جبل طارق، خليج غينيا، شبه جزيره سيناء، مضيق موزمبيق. خلي بالك انت واخد في الاهميه الحضريه لو تفتكر معايا ان من اهميه منطقه شبه جزيره سيناء اللي هو نقل المؤثرات الحضريه اللي هو زي الحضاره الاسلاميه من شبه جزيره عربيه الى مصر ومن مصر الى قاره افريقيا، فطبعا اختار شبه جزيره سيناء. رقم 8 نشات حضاره كرتاج فين؟ مديني السودان، تونس، مصر، اثيوبيا، طبعا الاجابه عندي هتكون تونس. رقم 9 بيقول لك بدأت بعثة الملك نخاوي الثاني للدوران حول افريقيا من البحر الاحمر وعادت الى مصر عبر ايه؟ خلي بالك بقى مديني في الاختيارات مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس، ومضيق موزمبيق. خلي بالك بالنسبة لرحلة الملك نخاوي هي بدأت من البحر الاحمر وبعد كده بدأت ان هي تنزل عند خليج عدن وبعد كده راحت على مضيق موزمبيق وبعد كده لفت، خلي بالك شفت بقى اللقطة دي، لفت جنوب افريقيا وصعدت مره اخرى وهتخش بقى على البحر مين؟ المتوسط، فهتخش عن طريق مين؟ هتخش عن طريق مضيق جبل طارق. الاجابه عندي هتكون مضيق جبل طارق. السؤال رقم 10 بيقول لك في عهد محمد علي تم رسم خريطه للنيل حتى جنوب مين؟ طبعا مديني اختيارات السودان، الصومال، النيجر، واثيوبيا، طبعا الاجابه بتاعتي هتكون السودان. سؤال رقم 11 بيقول لك استطاع ابن بطوطة خلال رحلاته بقارة افريقيا ان يخترق الصحراء الكبرى حتى وصل الى ايه؟ مديني بقى مالي، نيجيريا، جزر القمر، انجولا، طبعا الاجابة عندي هتكون مالي. السؤال بقى رقم 12 بيقول لك من الدول العربية الافريقية دولة ايه؟ جيبوتي، نيجيريا، موزمبيق، تشاد، طبعا هتبقى دولة جيبوتي. سؤال بقى رقم 5 بيقول لك كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير صحيحة مع التصويب، طبعا اللي هي صح وغلط. رقم 1 بيقول لك
تعد افريقيا اولى قارات العالم من حيث المساحه. طبعا الاجابه خطا، هتبقى قاره اسيا. رقم 2 بيقول لك افريقيا تمثل 20% من مساحه اليابس في العالم، طبعا عباره صح. رقم 3 تمر دائره الاستواء في القسم الجنوبي من قاره افريقيا، طبعا الاجابه خطا، اللي بيمر في القسم الجنوبي هيبقى مدار الجدي. رقم 4 بيقول لك يمر خط جرينتش باكبر الدول العربيه الافريقيه من حيث المساحه، طبعا الاجابه صح. ليه؟ لان انت خلي بالك خط جرينتش بيعدي على دوله اسمها الجزائر، وطبعا الجزائر دي اكبر دوله عربيه افريقيه. رقم 5 بيقول لك تقع ثلث مساحه افريقيا في نصف الكره الارضي الجنوبي، طبعا العباره صح، الثلثي فوق في الشمال والثلث تحت في الجنوب، فطبعا العباره هتكون صح. السؤال بقى رقم 6 بيقول لك تقع قاره افريقيا وسط قارات العالم وتطل على مسطحات مائيه مهمه، طبعا الاجابه صح. رقم 7 بيقول لك يفصل كل من البحر المتوسط والمحيط الهندي قاره افريقيا عن قاره اسيا، طبعا العباره غلط. رقم 8 بيقول لك يفصل المحيط الهادي قاره افريقيا عن الامريكتين، طبعا الامريكتين امريكا الشماليه والجنوبيه، طبعا العباره خطا، هيبقى المحيط الاطلنطي. 9 بيقول لك مصر تقع في الركن الشمالي الغربي من قاره افريقيا، طبعا العباره هنا خطا، مصر تقع في الشمال الشرقي لافريقيا. 10 بيقول لك تم الدوران حول افريقيا لاول مره خلال عصر المصريين القدماء، طبعا صح، اللي هي قصده على رحله الملك نخاوي الثاني. هوب السؤال رقم 11 استمرت بعثه الملك نخاوي الثاني التي ارسلها للدوران حول افريقيا 3 سنوات، طبعا العباره برضو صح. رقم 12 بيقول لك امتد التاثير الحضاري المصري الى غرب افريقيا واعالي منابع النيل الاستوائيه، طبعا العباره برضو صح. 13 المسعودي من اوائل الرحاله العرب الذين زاروا قاره افريقيا، طبعا العباره برضو صح. 14 وصلت القوافل العربيه في العصور الوسطى الى السودان وبلاد الحبشه وجزر القمر، طبعا العباره صح. سؤال رقم 15 بيقول لك بدات محاولات الانجليز لاكتشاف افريقيا في القرن ال 15 خلال عهد الامير هنري الملاح، طبعا الاجابه غلط. رقم 16 بيقول لك تم انتخاب دوله المغرب سنه 2019 رئاسه الاتحاد الافريقي، طبعا عباره خطا، كان اللي تم انتخابها هي دوله مصر. سؤال بقى رقم 6 بيقول لك لمن تنسب الاعمال التاليه؟ احد الرحاله في عصر المصريين القدماء قام باربع رحلات نحو الجنوب الى قاره افريقيا، طبعا هيبقى حر خوف. سؤال رقم 2 بيقول لك حاكم مصر الذي وصلت الرحلات الاستكشافيه لافريقيا في عهده الى اكتشاف النيل الابيض، طبعا ده هيبقى محمد علي باشا. سؤال رقم 3 بيقول لك وصلت في عهده الدوله المصريه لاقصى اتساع لها من جهه الجنوب خلال العصر الحديث، طبعا ده هيبقى الخديوي اسماعيل اللي هو حفيد محمد علي باشا. سؤال رقم 7 بيقول لك بقى اذا قمت برحله بحريه من بورسعيد متجها نحو الغرب للدوران حول قاره افريقيا، اي المسارات التاليه تمثل خط السير الصحيح؟ يعني انت دلوقتي واقف عند بورسعيد ورايح يمه الغرب وعايز تلف حوالين قاره افريقيا، طبعا بورسعيد ده على البحر المتوسط، فالبدايه بتاعتك هتبقى البحر المتوسط. طب رايح بقى يمه الغرب عدي بقى على مضيق جبل طارق، فهتروح بقى على المحيط الاطلنطي، فهتلف وبعد كده تكون رايح على المحيط الهندي، وبعد كده تخش على البحر الاحمر، ومن ثم ترجع تاني الى بورسعيد، فهتبقى البحر المتوسط، محيط اطلنطي، محيط هندي، ثم البحر الاحمر. نروح بقى للسؤال رقم 8 وهو بما تفسر. من دي لي حوالي 5 اسئله. قال لك ايه؟ اول سؤال بيقول لك مثلت شبه جزيره سيناء اهميه استراتيجيه لمصر. طبعا الاجابه عندي هتقول بسبب ان تعرضت مصر للعديد من الحملات العسكريه من خلالها، يبقى اذا سيناء لها اهميه استراتيجيه بسبب ان هي تعرضت لحملات عسكريه عن طريق شبه جزيره سيناء. طب نعمل ايه؟ لازم نحافظ على امن شبه جزيره سيناء. ليه؟ لانك لو حافظت على امن شبه جزيره سيناء هتحافظ على الامن القومي المصري والامن القومي الافريقي. سؤال رقم 2 بيقول لك الاهميه الاستراتيجيه لموقع قاره افريقيا. طبعا هيبقى بسبب ان هي بتشرف بحكم موقعها الجغرافي على ممرات مائيه اللي هي المضايق، زي بقى مين؟ جبل طارق، مضيق باب المندب، قناه السويس. رقم 3 بيقول لك الاهميه الاقتصاديه لموقع قاره افريقيا. نيجي بقى للاهميه الاقتصاديه لافريقيا، قال لك بسبب الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. الموقع الجغرافي اللي ادى الى تحكمها في اهم طرق التجاره العالميه، اما الموقع الفلكي الذي ادى الى تنوع المناخ من ثم تنوع النبات والحيوانات والمحاصيل الزراعيه. السؤال بقى اللي بعده بيقول لك تأسيس البرتغاليين المواني والمراكز التجاريه على السواحل الافريقيه. طبعا الاجابه بتاعتي هتكون بسيطه جدا، هقول له لتأمين الملاحه والتجاره. سؤال رقم 5 بيقول لك تقسيم الدول الاستعماريه في افريقيا الى عدد كبير من الدول، طبعا هقول له بسبب الصراع
ما بين الدول الاستعمارية لنهب خيرات قارة افريقيا. سؤال رقم 9 بيقول لك ما النتائج؟ خلي بالك ما النتائج مترتبة على يعني ايه اللي حصل؟ يعني ايه اللي نتج؟ أول سؤال بيقول لك إرسال محمد علي رحلات لاكتشاف منابع نهر النيل. طبعا هقول له أدى ذلك إلى انتهت باكتشاف النيل الأبيض، رسم خريطة النيل حتى جنوب السودان. سؤال بقى رقم 2 بيقول لك محاولات البرتغاليين لاكتشاف قارة افريقيا أواخر القرن الكام ال 15. أقول له أدى ذلك إلى إن هم استفادوا مما كتبه العرب عن افريقيا في رحلاتهم الاستكشافية وحاولوا الوصول إلى الهند عن طريق الدوران حول قارة افريقيا. 2 أسسوا المواني والمراكز التجارية على طول طريق رأس الرجاء الصالح لتأمين الملاحة والتجارة. سؤال رقم 3 بيقول لك الاستعمار الأوروبي لقارة افريقيا ما النتائج المترتبة عليه؟ هقول له أدى ذلك إلى معاناة قارة افريقيا من الفقر والجهل بالرغم مما تمتلكه من ثروات متعددة. سؤال بقى اللي بعده بيقول لك دلل جغرافيا. خلي بالك دلل جغرافيا انا هنا مش بكتفي بس بالسبب، انا هنا بقول السبب مع الدليل. خلي بالك اول سؤال بيقول لك ايه لشبه جزيره سيناء اهميه حضاريه لقاره افريقيا. طبعا هنا اقول له ايه العباره صحيحه، حيث ايه بقى؟ حيث انتقلت بعض الثقافات والحضارات عن طريق شبه جزيره سيناء من اسيا الى افريقيا مثل الحضاره الاسلاميه، فده دليلي ان شبه جزيره سيناء لها اهميه حضاريه. السؤال برقم 2 بيقول لك لم يكن للبرتغاليين السبق في الدوران حول قاره افريقيا. طبعا العباره صحيحه. ليه يا سيدي؟ لان اول من فكر في الدوران حول قاره افريقيا كان الملك نخاو الثاني في العصر الفرعوني لما لف حوالين قاره افريقيا، لما بعت ناس تلف حوالين قاره افريقيا والرحله دي قعدت 3 سنوات. السؤال رقم 3 بيقول لك الاهميه الحضاريه لموقع قاره افريقيا. طبعا هقول له عباره صحيحه، حيث ان قامت حضارات على قاره افريقيا زي ايه؟ زي الحضاره المصريه القديمه في مصر، حضاره كوش في السودان، حضاره اكسون في اريتريا واثيوبيا، واخيرا حضاره كرتاج في تونس. السؤال اللي بعده منه بيقول لك ما المقصود بالحضاره؟ طبعا الحضاره هي مجموعه الانتاج الثقافي زي ايه؟ زي العادات، زي التقاليد، زي العلوم، زي الفنون، الانتاج المادي مثل القلاع والمباني والقصور، وطبعا الكلام ده اللي بيميز مجتمعنا عن غيره اللي هي الامور الماديه والغير ماديه. نيجي بقى لاسئله التميز. خلي بالك اسئله التميز هي بتبقى محتاجه ان انت بس تركز سيكا. اول سؤال بيقول لك ايه؟ اي من المواقع الاستراتيجيه التاليه تخضع لاشراف افريقي خالص، يعني انا عايز ممر او عايز مضيق كله في قاره افريقيا. 2 بقى مضيق جبل طارق وباب المندب، 3 قناه السويس ومضيق موزمبيق، 4 موزمبيق وجبل طارق. طبعا الاجابه عندي هتكون قناه السويس وموزمبيق. ليه؟ لان قناه السويس وموزمبيق موجودين جوه افريقيا، خلي بالك يعني افريقيا بتسيطر عليهم، انما باب المندب اسيوي افريقي، طب جبل طارق اوروبي افريقي. سؤال رقم 2 بيقول لك القارة الوحيدة التي تتصل بقارة افريقيا بريا هي؟ مديني اسيا، اوروبا، شمالية، جنوبية، طبعا هتبقى قارة اسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. رقم بقى 3 بيقول لك ايه؟ اصغر جزء من اليابس الافريقي يوجد في نصف الكرة الارضي، مديني الشرقي، الغربي، الشمالي، الجنوبي، طبعا هيبقى الغربي. رقم 4 بيقول لك اي من الدول العربية الافريقية الاتية تقع باكملها جنوب مدار السرطان، يعني عايز دولة عربية كلها تحت السرطان، مديني جيبوتي، الجزائر، المغرب، ليبيا، طبعا هتبقى جيبوتي. صح وغلط، تشرف قارة افريقيا على ممرات مائية طبيعية وبشرية. طبعا الاجابة صح، طبيعية اللي هي المضايق، البشرية زي قناة السويس. رقم 2 جميع الدول العربية التي توجد بقارة افريقيا تقع شمال دائرة الاستواء. طبعا الاجابة هنا خطأ. ليه؟ لان في دولة اسمها جزر الكومر، دي فين؟ دي جنوب دائرة الاستواء. فطبعا هشيل كلمة جميع واكتب معظم. رقم 3 قال لك ايه؟ جميع الدول التي يمر بها مدار السرطان بقارة افريقيا دولة بحرية. خلي بالك بقى، السؤال ده حلو قوي قوي قوي. السؤال ده مش هعرف اجاوبه الا ما ابص على الخريطة. كل الدول اللي بتعدى على مدار السرطان بالنسبة لافريقيا هل كلها بحرية؟ قال لك لا، في دولة فيهم دولة حبيسة اللي هي مين؟ اللي هي مالي. لو انت بصيت على الخريطة عندك هتلاقي ان مالي بيمر بها مدار السرطان، فطبعا هنا ما ينفعش اقول جميع الدول اللي بيمر بها السرطان بتكون بحرية، فطبعا الاجابة عندي هتكون خطأ. سؤال رقم 14 بيقول لك بقى ايه؟ حدد وجه الشبه والاختلاف ما بين الكشوف الجغرافية لافريقيا بالنسبة للنخاو وبالنسبة طبعا للبرتغال. خلي بالك الشبه ان الاثنين لفوا حوالين قارة افريقيا. انما بقى الاختلاف في الاتجاه، يعني مثلا الملك نخاو خدها من الشرق راح الى الغرب. طب بالنسبه للبرتغال لا، دولت بدأوا من الغرب راحوا الى يمة الشرق. فده الشبه وده الاختلاف.
وبكده اكون الحمد لله تعالى قدرت اخلص اسئله الدرس الاولاني. وطبعا استنوني بقى في سلسله حل الاسئله بتاعه الصف الاول الاعدادي، واستنوني ان شاء الله تعالى في الفيديو الجاي مع اسئله الدرس الثاني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.